ما هي قصة هذا الكاريكاتور للشهيد ناجي العلي؟ احتجت السفارة الأمريكية في الكويت في الثمانينات على رسومات ناجي العلي التي كانت تنشر في جريدة القبس الكويتية التي يهاجم فيها أمريكا وتواطؤها مع الكيان الصهيوني المحتل. طلبت السفارة من ناجي العلي أن لا يذكر اسم أمريكا في رسوماته، وقيل له خفف شوية أبو خالد ولا تجيب اسم أمريكا. عاد ناجي العلي إلى بيته ورسم لوحة فيها فلسطيني يرفع لافتة مكتوب عليها فلتسقط جارة كندا، ركزوا على الكلام تحته. كان يكتب راح يجي وقت اللي بهاجم إسرائيل بكلمة بيخطفوه. رحم الله الشهيد ناجي العلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تصلني. ما هي قصة هذا الكاريكاتور للشهيد ناجي العلي؟ احتجت السفارة الأمريكية في الكويت في الثمانينات على رسومات ناجي العلي التي كانت تنشر في جريدة القبس الكويتية التي يهاجم فيها أمريكا وتواطؤها مع الكيان الصهيوني المحتل. طلبت السفارة من ناجي العلي أن لا يذكر اسم أمريكا في رسوماته، وقيل له خفف شوية أبو خالد ولا تجيب اسم أمريكا. عاد ناجي العلي إلى بيته ورسم لوحة فيها فلسطيني يرفع لافتة مكتوب عليها فلتسقط جارة كندا، ركزوا على الكلام تحته. كان يكتب راح يجي وقت اللي بهاجم إسرائيل بكلمة بيخطفوه. رحم الله الشهيد ناجي العلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تصلني.